إذا نبدأ بإذن الله درس التراكيب بعنوان نصب المضارع والجملة المؤولة. قبل بداية الدرس والتعرف على الأمثلة، لابد أن نتذكر نصب المضارع. لقد تعرفنا في الدروس السابقة أن الفعل المضارع ينصب بحروف النصب الخاصة، والفعل المضارع ينصب بحرف أن، لن، كي، وإذا. فالمعروف عن الفعل المضارع أنه مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، ولكن حينما يسبقه حرف من هذه الحروف الأربعة التي ذكرناها يصبح منصوبا. كأن نقول مثلا يجتهد، فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. وحينما نقول أن يجتهد فقد أصبح الفعل منصوب بحرف أن. إذا نلاحظ بداية الجملة الأولى: عليك أن تهتم بحصة التربية البدنية. إذا نلاحظ أن هذه الجملة يوجد بها حرف أن الذي ينصب الفعل المضارع، ويوجد فعل مضارع منصوب. الفعل المضارع المنصوب هو تهتم، وحرف النصب أن. إذن هذا معروف لدينا، لكن الذي نبحث عنه لنتعرف عنه في هذه الحصة هو الجملة المؤولة. كيف تتأول الجملة في هذا المثال؟ نحذف أن ثم نقوم بتأويل الجملة، بمعنى نغير الفعل تهتم من فعل إلى مصدر. كأن نقول مثال الجملة المؤولة هنا: عليك الاهتمام بحصة التربية البدنية. إذن فقد حذفنا حرف أن وغيرنا الفعل يهتم إلى مصدر الاهتمام. إذن تحدثنا عن الحالة الأولى للفعل المضارع ينصب بأن وأخواتها التي ذكرنا. ويمكن للفعل المضارع في اللغة العربية أيضا أن ينصب بأن المضمرة، بمعنى أن مستترة غير موجودة في الجملة، وذلك يجوز بعد لام التعليل، بمعنى توجد لام التعليل في الجملة وأن مستترة غير موجودة فينصب الفعل المضارع. وإما ينصب الفعل المضارع وجوبا، بمعنى يجب أن ينصب بعد حتى الدالة على الغاية، وأيضا تكون أن مضمرة بمعنى مستترة غير موجودة في الجملة، كما سنتعرف على ذلك من خلال الجمل المقترحة في هذا الجدول. هنا أيضا نلاحظ المثال الخامس، الجملة تقول حتى يكون لك ظهر. إذا نلاحظ حتى للغاية، وهنا يجب أن يكون الفعل المضارع منصوب بأن المضمرة، بمعنى أن غير موجودة في هذه الجملة. كأن نقول حتى أن يكون لك ظهر. إذا ففعل يكون فعل مضارع منصوب بأن المضمرة التي جاءت بعد حتى للغاية، وهنا يجب أن ينصب الفعل المضارع يكون. إذن فالفعل المضارع المنصوب كما جاء في الجدول يكون، وحرف النصب أن المضمرة وجوبا بعد حتى، بمعنى يجب أن ينصب الفعل المضارع هنا بعد حتى للغاية. وهنا كما لاحظنا في المثال حتى يكون لك ظهر، نلاحظ غياب الجملة المؤولة. ننتقل إلى الجملة الأخيرة، ما كانت لتختلف. إذن الجملة أولا نلاحظ أنها تبتدئ بما، ونلاحظ لام قبل حرف تختلف الذي هو فعل مضارع منصوب، وندرك بأن تختلف هو فعل منصوب بأن المضمرة، بمعنى المستترة غير موجودة في الجملة. واللام التي تسبق فعل تختلف هي لام الجحود كما سبق أن ذكرنا في البداية.
لذلك تقول جملة ما كانت لي تختلف، ويمكن أن نستحضر أن ونقول ما كانت لأن تختلف، فيكون الفعل المضارع مرسوم بأن، ولكن نظرا لوجود ما ولام الجحود تكون أن مستتيرة. وفي هذه الجملة الأخيرة نتعرف عن تلك اللام التي تسبق فعل تختلف أنها لام الجحود لأنها مسبوقة بما كان. فنعرف من خلال القاعدة أن لام الجحود تسبقها ما كان أو ما لم يكن، لكي نتعرف عن تلك اللام أنها لام الجحود وليست لام التعليل. وهذه الجملة الأخيرة هي أيضا ما كانت لتختلف، هي جملة غير قابلة للتأويل كما قلنا، مسبوقة بما كان ويوجد بها لام الجحود. إذن فعل تختلف فعل مضارع مرسوب، والحرف الذي نصبه هو أن المضمرة بمعنى أن المستترة غير موجودة في الجملة، وذلك وجوبا بعد لام الجحود.